طبعا عن المجهودات المصريه اللي بنحاول ان احنا نحل الموضوع بكل الامكانيات اللي في ايدينا. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده اجتماع مجلس الامن القومي، وجه عنه مجموعه قرارات منها حل الدولتين، دعوه لتنظيم مؤتمر اقليمي دولي لحل الازمه، مصر خط احمر وامنها ليس محل نقاش، فمحاوله لخفض التصعيد، ده جه بعد رفض مصر اجلاء الاجانب من القطاع. مصر رفضت ان هي تخرج الاجانب من القطاع، الاجانب اللي موجودين في القطاع مش هنخرجهم غير لو ايه حصل، غير لو سمحتوا لنا ان احنا ندخل المساعدات الانسانيه للقطاع، لا كده يا اما مش هنخرج الاجانب بره القطاع غير اللي بممر امن لعبور المساعدات المصريه والعربيه والاجنبيه للقطاع، واللي وصلت من عده دول لمطار العريش ابرزهم من تركيا والامارات. طبعا بنامل لاكثر من المساعدات، بنامل لوقفه حقيقيه من الاوطان العربيه كلها، من كل الوطن العربي، ده المفروض يحصل دلوقتي، واعتقد ان اللي هيقف الناس كلها هتلتف حواليه وهيكون اقوى من عبد الناصر بكتير، اقوى من عبد الناصر بكتير. اللي هيقف دلوقتي واقفه مع فلسطين، اعتقد ان الوطن العربي كله هيحبه اكتر من عبد الناصر بكتير. احنا ما عدناش باللي حصل ده قبل كده، ما مرش علينا قبل كده. عمليات القتل الممنهجة للمدنيين، مش للمقاومة الفلسطينية ومش لحركة حماس ومش للفصائل الفلسطينية ومش للمعسكرات الفلسطينية، لا، ده الضرب في المدنيين. دول عايزين ينهوا على المدنيين، عايزين يخلصوا على الحتة دي. امشوا من هنا أو موتوا هنا، يا تمشوا من هنا يا تموتوا هنا، هي دي الخطة، هم ده اللي عايزين يعملوه. هل هم هيقبلوا بحاجة زي كده؟ لا أعتقد إن الشعب الفلسطيني هيقبل إن هو يتحرك من مكانه، كان اتحرك قبل كده. طيب، معانا دلوقتي على الهاتف الدكتور رائد عبد الناصر، عضو إدارة الهلال الأحمر بسيناء. يا دكتور رائد، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، طمنا على الأوضاع عندك بعد إذنك. والله يا فندم الأوضاع في يعني محافظة شمال سيناء في العريش، الأوضاع مستقرة، في تعاون قوي بين الأجهزة التنفيذية والهلال الأحمر علشان خاطر نخزن المعونات اللي جاية من الدول العربية والمعونات اللي جت النهاردة من التحالف الوطني وحياة كريمة من القاهرة يعني. فالأوضاع مستقرة إلى الآن في انتظار تعليمات بفتح المعبر علشان خاطر نتحرك إن شاء الله بإذن الله بالقوافل اللي جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لتوصيلها للهلال الأحمر الفلسطيني وأهالينا في غزة. هل عارفين تتواصلوا مع اي حد هناك ولا لا؟ ما فيش تواصل خالص، انتوا بس منتظرين تدخلوا المساعدات. احنا ما يعني للاسف احنا مش يعني ده دور وزاره الخارجيه مش دورنا احنا. انا فاهمه يعني، هل بتسمعوا اي حاجه؟ هل عندكم اي معلومات؟ ما فيش. احنا ما عندناش معلومات، بس احنا كلنا ثقه في القياده المصريه رئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله يعني احنا قاعدين بنسمع بحاجات قريب ان شاء الله باذن الله هيتم فتح المعبر المساعدات اللي موجوده عباره عن ايه؟ بص يا فندم، هي في المعونات عندي متقسمه لجزئين، في معونات جايه بشكل دولي وفي معونات جايه من التحالف الوطني وحياه كريمه ومؤسسه ابو هشيمه وابو العينين وما الى ذلك. انا مش عايزه اسماء بعد اذنك، انا عايزه دول. ما انا قلت لحضرتك اهو المعونات متقسمه لنوعين، اللي جايه من دوليا جايه من تونس، النهارده استقبلنا طياره من تونس، استقبلنا النهارده كمان طياره من اليونيسيف ومنظمه الاغذيه العالميه. امبارح كان في طياره من الامارات، الايام اللي فاتت كان في طيارتين من تركيا، قبلها كان في طياره من منظمه الصحه العالميه، كان في طيارات من دوله، اول طياره جت عندنا دوله الاردن الشقيقه، وفي انتظار طبعا بكره ان شاء الله في طيارات جايه ثانيه باذن الله تعالى. المساعدات اللي جايه معظمها اللي جايه من دوليا معظمها ادويه ومستلزمات طبيه، بيتم تخزينها في وزاره الصحه بالتنسيق بالهلال الاحمر والجهاز التنفيذي للمحافظه،
اما بالنسبه للحاجات الغذائيه بيتم تخزينها في مخازن عاديه لحين بقى اما نشوف ان شاء الله المعبر يتفتح وكده. كل المساعدات دي منتظره ان المعبر يتفتح وهتدخل على طول كميات كبيره جدا. هل عندكم معلومات امتى ده هيحصل ولا ما عندكوش معلومات؟ لا ما فيش حد عنده اي معلومه، ما فيش حد عنده اي معلومه. عايز اقول لحضرتك ان في الوقت اللي انا بكلمك فيه العربيات حتى ما نزلناهاش، العربيات بتاعت التحالف الوطني احنا ما نزلناهاش على الارض، العربيات موجوده.